ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum Fawaz. How are you, brother? Inshallah, you're fine. This is our plan for this month, inshallah. After we finish Surah Al-Adiyat and Al-Zalzala, we can take Surah Al-Bayna in this month. Before I read Surah Al-Bayna to you, I'm going to read Surah Al-Zalzala to do a quick version. So listen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. I'm gonna read the first four ayahs from Surah Al-Bayna to you. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Okay, Fawaz. Thank you, brother. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.